صباح هذا اليوم وفي منطقة هي سنتر بغداد مكتظة بالسكان وخاصة المواطنين الأبرياء العزل، في منطقة هو سوق شعبي معروف لدى الجميع. الانفجار الأول كان خلف عدد من الضحايا، أيضا كان هنالك محاولة الانفجار الأول مثل ما تسرب بأنه أو انتشر بأنه مدعي مريض وواقع بالقاحة، يمكن شوية صار ارباك عند بعض الإخوان أو بعض المدونين. الروايتين كانت صحيحة، نعم كانت هنالك كما جاء على لسان الأخ لواء يحيى رسول أنه هنالك معلومة استخبارية ولي متابعة، والشيء الثاني أيضا ما جاء على لسان الأخ لواء خالد أنه ادعى المرض. بالنتيجة عواطف الإنسان العراقي والمواطن العراقي هي فوق كل التصورات مهما تكون الأمور، وحتى في الأوجاع وفي الآلام. وبالانفجار الأول بعد ذلك بدقائق بسيطة كان الانفجار الثاني. ملخص الرواية، اثنين من الانتحاريين في وقت بسيط جدا وفي رقعة جغرافية تبعد أمتار الواحدة عن الأخرى. وحدث ما حدث، قد يكون التفجير الثاني هو الأكثر إيلاما بالنسبة لعدد الضحايا عن التفجير الأول، ونتج عنا عدد الشهداء والجرحى لهذا اليوم. بعد ذلك بالتأكيد هرعت كل قواتنا الأمنية. الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة تحدث عن مطاردة أو ملاحقة، هذا يعني بأنه تم تشخيص القصد هو المتابعة الاستخبارية، يعني كانت هنالك معلومات بأنه العدو الإرهابي يحاول أن يستهدف المواطنين. وأيضا يمكن تسربت معلومات أن هناك كانت برقيات استخبارية أو معلومات استخبارية عن وجود محاولة تنظيم داعش الإرهابي. طبعا بالنتيجة احنا منذ عدة أيام ويعني هنالك محاولات للعدو، تعرف احنا نتكلم عن رقعة جغرافية واسعة لبغداد، عن يتسنى إن شاء الله لنا الحديث عن نشاط كامل وواسع لقواتنا الأمنية وخاصة من خلال قيادة العمليات المشتركة بجهد كل الوكالات الأمنية والاستخبارية. بالنتيجة يعني الحادث حدث بس أنا